السلام عليكم لافامي، مرحبا بكم. كل هذا معكم جزائري في روسيا. فيديو واش ندير لكم كل يوم فيديو كما راكم تشوفوا كل يوم فيديو، من نقدر يكون عندي وقت نبارطاجي معكم فيديو ما نطولش فيه، هاكا نحاول هاكا قد ما نقدر نجيب لكم فيديو هاكا يكون يعجب وكما نقولوا فيه فايده. بون، حبيت قبل ما يبدا الفيديو نبارطاجي معكم البلاصه اللي قاعد فيها انا خويا، راني كما يقولوا الدنيا هانيه والبطيعه معنا. نعاد لكم شويه الدنيا وندخلوا في السيتي تاعنا. خليكم في الموضوع ما نطولش عليكم. حكاية اليوم هي حكاية صارت لي انا اون بيرسون، تسمى ما جبتكمش حكاية الناس، انا كي جات كاينه حكاية صارت لي ما صارتليش نقول لكم هي جبتها من هاك وهاك، خاطر ما حضرتش ديجا فيديوهات قبل وهدرت على ناس. ساعات تكون معلومة هاكا نجيبها نهضر لكم، وساعات جات حكايتي صارت لي انا نقول لكم هي تاعي انا. بون، الاولى بلا ما نطولش عليكم، الحكاية دي صارت لي انا، صارت لي في المفيد في الباسبور هذا اللي قاعد تشوف فيه. بون، انا خطره الاولى ما كان كيما نقولوا كنت مدير حساب على قد الورق وهكذا الامور كامله بوالي يدفع الاقامه هنا، بس ما درتش حساب الحاجه اللي هي امبوسيبل كيما نتوما تقدرتي ولا حساب، وصارت لي هنا وترفضت عليا الاقامه كامله، رفضوا لي الدوسي كامل بسبتها. بون، درك نعاد لكم واش هي، تشوفوها بعينيكم ما تجيوش يهضرنا لكم من راسه، تشوفوها معاكم بعد فهمكم الحكايه كامله. هي هنا في البلاصه هذه اكتبوا فيها كيما تشوف فيها، هاي انا بما تقراوها مليح برا باش تكون واضحه مليح. هي كيما شي وحكايه الصرف تاع البنكا. بون، النهار الاول كي عاد جاي هنا، كي عاد حنفع كي كنت مدير حساب نفع الاقامه، طلعت معايا الباسبور تاعي مترجم، هو لازم طلع الباسبورك مترجم هنا، هذه بالنسبه لما بدي الناس كنت عارفها سير سما امبوسيبل تدفع الاقامه بلا ما تكون عندك باسبورك مترجم. ترجمت باسبوري في الجزائر، خسرت عليه درهم، ترجمت مع هذا السيد وعاود قال لي زيتو في الكونسيلا، خسرت عليه يقول وحده كيما واحد 600 اللي في هاك ولا كداه ليسونسي غير الباسبور وحده. ومن بعد نهار رحت ندفع، كي رحت ندفع وصلت للبلاصه كيما نقولوا بها ندفع الاقامه، هز الباسبور ديك خزره معاه، شغل المراه تشوكات قالت لي كيما نقولوا هي نورمال الباسبور يدوموند لي باسبور، شغل لي باج الكل، خاطر ما قادر تكون جا في النص اللي باينه، قادر انت تكون في باج ولا مش مكاشين لك حاجه، قادر ملورا مكاشين لك لقطه كيما نقول الصريفة ولا مدير خرج هاك خرج شي بكا شويه في الاخر. ليسونسي هما يدومونديو لي باج كلهم في الباسبور. هذا السيد دار لي غير باج واحده، خلص على باسبور مترجم، وترجم لي غير باج واحده كيما نقولوا الاسم الرقم تاعي يعطيها هكا. شوف كي ليسونسي الورقه هذيك بلا كان مازالت عندي في الدار، مش شفت هذيك الورقه كيما نقولوا هذيك بيري في الباسبور هذاك بلاك مازال عندي في الدار، و ما قستوش حتى هذاك من نهار هذاك ما قستوش ليسونسي نهار هذاك، شغل لا غالب عليا شغل لا علينا. كيما قلت لكم من هاد اللحظه هذيك من ترجمت الباسبور طلعت بيه انا نورمال كيما هكا. كي عاد تحدثت هزت المراه قالت لي خزرت معايا كيما قالت لي قلت لي يعني سامحني يعني في حياتي كامل جامش باسبور كيما هاك، جامش باسبور مترجم فيه باجا واحده. قلت انت واش حسيت؟ قالت لي شفت اقامه مش مسخره ولا. قلت لي نقول لك حاجه، قلت لي ما تبقاش تدفع بهادي، قلت لي هذا روح حطه في الدار خبيه ولا كنسحب حدا خلاف. قلت لي روح ترجم باسبورك لي باج الكل. لا علينا كيما كان الحال، بديت لاحظ انا لاحظ من طاح في طاجاك الثاني يترجم من اللغه الانجليزيه باش فهموا لي، يترجم من اللغه من الانجلي الروسية، ما كاين واحد يترجم هنا عربية روسية. هذه حتى الواحد الباص هذه قالوا لي راه عند سيد فلان وكهر هو اللي يترجم هنا. رحت عنده، رحت له بباسبوري، سما عندي في ما سلكني باسبور هذاك اللي مترجم باجا وحده، سلكني مع السيد الاخر، ذاك الاخر ما يعرفش عربية وما يعرف لي فرونسي ما والو، يعرف غير الانجلي انجلي واحد انجلي روسي. عطيته الباسبور ديك مترجم ديجا بالروسية وهو ديجا ما صالحش، عطاه لي ترجمه لي كلش كيما هاكا، ترجم لي باج الكل. رحت عندهم دفعت كيما هاكا، دفعت قلت سي بون انا
سيبون فعلا صاي يعني فدت الحكاية شال الباسبور سيبون الفاشة ريزيدون زيت نوجد في روحي حتى من هنا اليومين تروح جور عيطولي أربعة رجعت أنا عندهم قالي فهمنا وش هي هادي قلت لهم هادي صرفت البنكة شغل صرفش البنكة 105 ربي نفهم فيها ماي كيف الحكاية كيف الحكاية قلت لي قلت لي شغل المرات شوكات المرات شوكات قلت لي مشان مشيت ناس يصرفوا صرف ايماجيني يا خويا عزيز الباسبور ما يتقاسش بها دي بها اي واحد لازم يعرف الباسبور تسافر بيه مش كي تصرف في كاشي لك فيه نورم واحد ما عندهمش حق كاشي لك فيه خلاص هادي بها الناس كل تفهمها قالت لي جامي شفت ناس قالت لي عدوا لي دي باسبور تاع ناس وعرب وكل شيء مش عرب لكن يقولوا من طاجيكستان حتى طاجيكستان ما يصير ما يكاشي في الباسبور قالت لي اول مره شفت باسبور مكاشي كيما هاك قالت لي احنا ما نعرفوش بادي قالت لي دوك ما قلت احنا سيتو كاش بالفرنسي قالت لي كاش بالانجلي بلاك شويه قالت لي كاش بالفرنسي قالت لي روح وترجم الباسبور تاعك من جديد بنزين يقول باش نقول بها قالت لي روح ترجم الباسبور تاعك من جديد هدرت معاهم كيما هدرت معاهم قالت لي ما عاد نحتاج يرجعوا لي رجعوا لي الدوسي كامل رجعوا لي الدوسي كامل قالوا لي تروح ترجم الباسبور من جديد تاع ترجم من الكلمات اللي ممكن ربع كلمات كيما شتيهم تاع ترجم منها ولا ما عندكش حق زيد تدفع زيد الدوسي تاعي كيما هكا وروحت يعني بهزين فبهم فهمكم برك خاوتي الاعزاز باللي كي تكون حاجه ما ديرهاش حساب حاجه تافهه خلاص حاجه شافها خلاص تدير لك مشكل هنا سيتو في روسيا كي دومو ديرك ورقه نقول لك هي لازم يفليو على الورقه ديالك ما بنمرو بنمرو ما عندهمش مسخير انا ننصح اي واحد هاك يقعد حي ترجم ولا هاك ما يترجمش في البلاد هذوك الناس انا ننصحكم من الاخر ما ترجمش في البلاد مهما تكون وين رايح ما ترجمش في الجزائر وكي توصل ان شاء الله هنا ترجم وفيري في مليح حوايجك فيري في خطره زوج ثلاثه اربعه وباكي تدفع ما يصيرش طقطق كيما هذا ليسونسيال ولا ان شاء الله تكون استفدتوا من الحاجه هذه هذا كيما نقولوا موضوع صرادي هنا تفكرتوا بما ننساهش خاطر ما يكون هذه المره ما سجلتوش داك قاد خاطر حاب ننساه حبيت نسجلو ونبارطاجيه معكم نتوما سي ديروا حسابكم على هذه اللي حاب يجي هنا ولا كي فيري في مليح حسيتو قاعد يترجم خاطر ما كلش في الترجمه ما خدمته ما تعرفش اللغه الروسيه في ترجم لك في حاجه ما تعرفهاش خاطر تهز برك وتروح تدفع سمك هنا اللي كيقول لك هذاك لا عنده الحق ما فهمش انت واش قاعد دير جاي كترجم باش ما تفهمش لا لونغ تاعهم ليسونسيال الاولاد ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو هذا نرجع لكم ان شاء الله فيديو خلاف وكي العاده الاولاد تهلاو في رواحكم بارطاجيو مش تنساش بارطاجيو دعم ولا شير باش تقدروا عليه سلام تهلاو في رواحكم